نادي فسيلة لغير الناطقين باللغة العربية. يعمل فسيلة فترتين، فترة صباحية وأخرى مساء. يقدم نادي فسيلة أفضل الخدمات في تأسيس وتقوية اللغة العربية. كما تتواجد بالنادي مرشدة أسرية لتقديم الإرشادات الأسرية في حالات تعديل السلوك، صعوبة التعلم، تصحيح النطق. يتبع نادي فسيلة منهج المنتسوري، وعمل النادي على دمج سلسلة البيان، وهي سلسلة لغير الناطقين باللغة العربية مع أركان المنتسوري وتطبيقها على أدوات علمية. هدفنا هو حب الأطفال وممارستهم للغة العربية بأفضل المناهج والأساليب الموجودة في نادي فسيلة.